أيمن نور في صحيفة إخوانية اسمها عرب 21 اتعمل معاه حوار بيكلم أيمن نور فيه عن بيقول إن موعد التغيير هيبقى في 2018 لأيمن نور. أيمن نور اللي هو ما ينفعش أقول أيمن نور الوحش أو أيمن نور اللي كذا، هو أيمن نور في حد ذاته سبة، يعني اسم أيمن نور في حد ذاته هو شتيمة، فبلاش نزور الطين بلة عشان نقدر نقول الكلمتين. أيمن نور بيتكلم بيقول إن إحنا بنعمل لجنة وطنية علشان خاطر تفكر لمصر اسمها عقلاء مصر. هذا المزور، هذا المخادع، مش عايز أغلط والله تاني، أنا هو بيقول إنه بيجمع عقلاء مصر للتفكير لمستقبل مصر. أنا هل هناك عاقل يمكن أن يضع يده في يد واحد بحجم أيمن نور بتاريخ أيمن نور؟ أنا فاكر وإحنا لسه صغيرين كده يعني أيمن نور كان عضو في البرلمان وكان صحفي في جريدة الوفد وكان بيزوروا موضوع التعذيب، وأنا فاكر الله يرحمه زكي بدر وزير الداخلية جاب فيديو فيه اعتراف لأيمن نور وهو بيقول إزاي بنعمل الصور وبنعمل دلوقتي بقى الدنيا سهلة فوتوشوب وغيره، زمان الكلام ده من 10 15 20 سنة كان أيمن نور يعني أيمن نور مزور تاريخي، مزور منذ نعومة أظافره، أما كان صحفي في الوفد ورجعوا اكتبوا على النت وشوفوا. أيمن نور اتكشف واعترف اعتراف في فيديو اتنشر في البرلمان أيام ما كان الدكتور رفعت المحجوب وكان الأستاذ إبراهيم شكري، أنا أتذكر هذا. فأيمن نور دلوقتي راجع بيقول إحنا بنجمع مجموعة من عقلاء مصر عشان نقرر مستقبل مصر، وموجود في صحيفة إخوانية بيقول إن محمد مرسي هو الرئيس الشرعي. يا لهوي، لسه لغاية دلوقتي، لسه لغاية دلوقتي، يعني إحنا قلنا محمد مرسي الراجل خلاص عقله طار والإخوان خلاص لسه عايشين في الوهم، أيمن نور مازال مع هؤلاء بيفصع عن عقيدته الفاسدة الآن ولسه بيتكلم عن العقلاء وبيتكلم عن العقل. أيمن نور لا يستحق أن أتكلم عنه أو أتحدث عنه، لكن أنا بحاول أربط للمشاهد الكريم فهم ويدي في مصر في جريدة الشروق قال إيه، والنهاردة أيمن نور في عرب 21 قال إيه، وتعال نشوف حمدين صباحي كمان بالمرة في نفس اليوم بالمناسبة.